عاجل! البابا تودروس يفجر مفاجأة عن انشقاق الكنيسة الإثيوبية عن المصرية وموقفه من سد النهضة، ومسؤول إثيوبي فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية للإطاحة بالحكومة الإثيوبية، ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة، وبيان عاجل من مصر لتركيا على ما حدث بها الآن، وعاجل لكل المصريين، دار الإفتاء المصرية تحدد اسماً تحذر المصريين من تسمية أبنائهم به، ننشر التفاصيل، ومفاجأة لكل المصريين، تعاون بين عملاق صناعة السيارات في العالم وعملاق صناعة السيارات في مصر، ننشر التفاصيل، وعاجل البنك الدولي يدرس التعاون بين مصر والكيان الصهيوني، وننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وعاجل البابا تودروس بيفجر مفاجأة عن انشقاق الكنيسة الإثيوبية عن المصرية وموقفه من سد النهضة. وكشف البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية في مصر عن دور الكنيسة في أزمة سد النهضة الإثيوبي. قال البابا تودروس الثاني في حوار مع موقع القاهرة 24 إن الكنيسة الإثيوبية حتى عام 59، أي من حوالي 62 سنة، كانت كنيسة تابعة للكنيسة المصرية، وكنا نطلق عليها كنيسة الإبنة للكنيسة الأم أي المصرية، وكنا نرسل مطرانا ليكون مسؤولا عن الكنيسة، وهذا الأمر كان منذ بداية القرن الرابع الميلادي حتى القرن العشرين. وتابع لذلك في إثيوبيا يقولون القديس ماري مرقس أبونا والإسكندرية أمنا. وحينما زرتهم في 2015 خرجت جموع كثيرة تهتف بهذه الجملة. وفي عام 59 كان الإمبراطور في إثيوبيا أرثوذكسيا والحكومة أرثوذكسية، ورسمنا بطريرك للكنيسة الإثيوبية، وبذلك أصبحت كنيسة مستقلة وتحولت من الكنيسة ابنة إلى كنيسة أخت لها مجمع مقدس وبطريرك. وأشار أصبح الحال يسير بشكل جيد حتى عام 74، حينها تحولت إثيوبيا لحكم شيوعي بقيادة شخص يدعى منجستو هيلا مريام مريام، وقتلوا الإمبراطور هيلا سيلياسي في مكتبه، كما قتلوا البطريرك وعينوا آخر تابعا لهم لم نعترف به في الكنيسة القبطية. وباتت البلاد تحت الحكم الشيوعي منذ 74 حتى بداية التسعينات، ومع تعاقب الحكومات على البلاد التي تتكون من قبليات عديدة ضعف الدور السياسي للكنيسة هناك. وعلى صعيد أزمة المفاوضات في سد النهضة، أوضح البابا تودروس أن مصر تعالج تلك القضية معالجة حكيمة وهادئة، وذلك لأنه مهما حدث من خلاف مع إثيوبيا فنحن دولتان إفريقيتان ويربطنا نهر النيل، والقيادة السياسية المصرية تعالج الأمر بحكمة وبطول بال، وأنا أثق أن الأمور ستكون بخير. المصدر معنا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن البابا تودروس يعني شرح لنا كيف انقسمت أو انشقت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية، كانت ابنة للكنيسة المصرية ثم تحولت لأخت للكنيسة المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا عرفنا مع بعض تعليق البابا تودروس عن سد النهضة وموقفه من هذا السد الإثيوبي. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومسؤول إثيوبي فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية للإطاحة بالحكومة الإثيوبية وتتعرض لضغوط بشأن سد النهضة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن هناك مؤامرة سرية تدبر ضد بلاده لإسقاط الحكومة بدعم من دول أجنبية. أشار إلى أن أديس أبابا تتعرض لضغوط بشأن سد النهضة. وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ردا على سؤال حول مقطع فيديو تم تسريبه مؤخرا، يظهر دبلوماسيين غربيين يناقشون مع زعيم جبهة تحرير تجري خططا للإطاحة بالحكومة الإثيوبية. قال مفتي إن هذا الفيديو مؤامرة وراء الباب ضد الحكومة المنتخبة دستوريا في البلاد.
وأضاف هذه مؤامرة سرية ضد حكومة منتخبة دستوريا في إثيوبيا. هذا عمل غير دستوري وغير قانوني بيهدف للإطاحة بحكومة شرعية في إثيوبيا. وتابع وقال هذا يعد تدخلا فادحا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الإفريقي وجميع القواعد واللوائح التي تحكم العلاقات الدولية. إنه عمل يجب إدانته. ولفت إلى أن هناك تحديات على الأمن القومي الإثيوبي نابعة من حملات تضليل تنظمها الجبهة الشعبية لتحرير تجري، وأشار إلى أن هناك ضغوطات أخرى تنبع من المفاوضات حول سد النهضة. أضاف في بعض الأحيان يختفي البلدان الآخران الواقعان على ضفاف النهر، وقصد مصر والسودان يعني، ولا يتفاوضان بحسن نية. واعتبر أن هناك تزايدا في الظلم من خلال تحريف كل ما تفعله إثيوبيا من أجل التفاوض بنجاح بشأن سد النهضة. مصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية، طبعا يعني ما يقوله أو ما تقوله دينا مفتي هو كذب على مصر صريح. مصر والسودان يعني يتفاوض بحسن نية، وإثيوبيا هي التي لا تتفاوض بحسن نية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وإيه رأيكم في البيان اللي قالته يعني دينا مفتي؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من مصر لتركيا على ما حدث بها الآن. وأكدت مصر متابعتها بمزيد من الحزن والأسى لأنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات. وتقدمت مصر حسب بيان لوزارة الخارجية في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا بسبب هذه المصائب الأليمة، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتوفى 5 أشخاص وأصيب 63 آخرون بجروح بسبب عاصفة عاتية ضربت شمال غربي تركيا خلال اليومين الماضيين، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة التركية. أوضحت الوزارة أن العاصفة العاتية ضربت منطقة بحر مرمرة في شمال غربي البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، وبلغت سرعتها نحو 130 كيلومترا في الساعة، وأدت إلى اقتلاع الأشجار، تطاير أسطح، وانهيار مآذن وأبراج ساعات في عدد من مدن منطقة مرمرة بما فيها اسطنبول. المصدر معانا كان من RT. يعني كل نقدر نقوله إن ربنا يرفع عن هذا البلد يعني هذه المصائب، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر، خبر خارج من مصر، وهو عن دار الإفتاء. وعاجل لكل المصريين، دار الإفتاء تحدد اسما تحذر المصريين من تسمية أبنائهم به. حذرت دار الإفتاء المصرية من تسمية أبناء المسلمين والمصريين خاصة باسم راما، الذي اشتهر خلال الفترة السابقة وهو يعني اسم إله من آلهة الهند. وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن اسم راما هو إله من آلهة الهند، وبسببه هدم المسجد البابري في الهند عام 92، موضحة أنه لا يصح تخليد اسم إله من آلهة المشركين بإطلاقه على بنت مسلمة، خاصة إذا كان اسم هذا الإله سببا في هدم بيت من بيوت الله، ولا يليق بالأسرة المسلمة أن تترك الأسماء اللامتناهية وتتمسك باسم ترتبط به ذكريات أليمة في نفوس المسلمين. فيعني راما ده إله في الهند يعني بيعبدوه، هو مش يعني حاجة كده يعني ما تعرفوش ايه بالظبط، ايه يعني زي ما تقولوا احنا عندنا الأديان السماوية، الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي، هم بيعبدوا حاجة تانية خالص، يعني بيعبدوا بيعملوا تمثال ويعبدوه. فأعتقد يعني أن هذا التمثال من الشياطين، يعني هذه يعني تابعة لبعض الجماعات السرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة لكل المصريين، تعاون بين عملاق صناعة السيارات في العالم وعملاق صناعة السيارات في مصر. وأعلن محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة المنصور المصرية للسيارات عن إبرام اتفاق مع شركة جنرال موتورز الأمريكية حول دراسة التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر. وقال منصور في تصريح إنه بموجب مذكرة تم توقيعها ستدرس الشركتان متطلبات الإنتاج وأحجامه
والحوافز التي ربما يتم طلبها من الحكومة دون أن يحدد الشكل الذي قد تتخذه تلك الحوافز، وأوضح أنه سيكون دعما حكوميا من نوع ما لا نرى كيف يمكننا العمل معه. سيكون ذلك استثمارا رأسماليا جديدا من جانبنا، وبالطبع نأمل أن تكون مصر مركزا للتصدير إلى إفريقيا. وتابع، سنبدأ بفريق ونأمل في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة في أن نخرج بدراسة عملية لتقديمها إلى الحكومة المصرية. وقال ستيف كيفر رئيس جنرال موتورز في بيان حول الاتفاق أن الشراكة مع شركة المنصور بالغة الأهمية لاستراتيجية النمو العالمي لشركة صناعة السيارات الأمريكية. وقالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية شهر الماضي أن الحكومة مستعدة لدفع دعم بقيمة 50,000 جنيه مصري لمن يشتري سيارة كهربائية محلية الصنع. وتخطط الحكومة لبناء شبكة من 3,000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في أنحاء القاهرة والإسكندرية خلال العامين المقبلين. قالت الوزارة أن شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة علقت خطة لصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة صناعات السيارات الصينية دونج فينج، لكنها تدرس إيجاد شركاء آخرين. والمنصور للسيارات هي وكيل جنرال موتورز في مصر منذ عام 75، وتصنع سيارات جنرال موتورز منذ عام 83 من خلال الشراكة المشتركة جنرال موتورز مصر. وقال منصور في تصريح لوكالة رويترز قبل حفل التوقيع: يجب أن نكون في الطليعة، وهذا ما نفعله. مصدر معنا كم رويترز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا المستقبل زي ما حضراتكم عارفين هي السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة وتحافظ على البيئة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. البنك الدولي بيدرس التعاون بين مصر والكيان الصهيوني، وأفادت وزارة الزراعة التابعة للكيان الصهيوني بأن البنك الدولي يدرس التعاون بين الكيان الصهيوني ومصر والأردن والمغرب والإمارات لإقامة مركز دولي لإنشاء ونشر المعرفة في مجال الزراعة الصحراوية. وبيّنت الوزارة في بيان أنه في إطار مباحثات أجراها وزير الزراعة عودة فور مع نائب رئيس البنك الدولي يورجين فوجل في مقر البنك بواشنطن، تم الاتفاق على إقامة المركز في النقب جنوب الكيان الصهيوني من قبل وزارة الزراعة، وسيتم تعزيزه بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة دول المنطقة. وأوضحت أنه ستتم مناقشة الموضوع من قبل الطاقم الإداري للبنك الدولي وطواقم مهنية للبنك. ووزارة الزراعة التابعة للكيان الصهيوني ستجهز خطة عملية لدفع الرؤية. هذا وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالنشاط الكيان الصهيوني في مجال البحث والتطوير الزراعي، أشار إلى ريادة الكيان الصهيوني في الابتكار الزراعي بمستوى عالمي. بدوره قال فورر إنه يجب على دولة الكيان الصهيوني أن تقود البحث العالمي بمجال الزراعة الصحراوية والبحرية. التعاون مع الجهات الدولية هو استراتيجي، ونطور بالنسبة للكيان الصهيوني وكل الذين يعملون بمجالات الابتكار بالزراعة الفرص غير محدودة. المصدر معانا كان من i24 نيوز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، وأيضا كان معانا بنوب خلافة والمسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.